أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج فضاء حر، نناقش فيها الأداء الأممي والرؤى المطروحة لحل المشكلة اليمنية. يسري في الأوساط اليمنية انطباع مفاده أن الأمم المتحدة ترغب في إنقاذ الإنقلابيين من مصير سيء أكثر من رغبتها في حل الأزمة اليمنية حلاً عادلاً. هذا الانطباع ربما له حيثيات واقعية، فهناك العديد من المظاهر التي يمكن أن تؤيد هذا الطرح بحسب أصحابه. تأتي في مقدمة هذه المظاهر تراخي الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تطبيق القرار الأممي 22/16 الذي صدر تحت البند السابع، القرار الذي وصف ما جرى في 21 سبتمبر بأنه انقلاب على السلطة اليمنية الشرعية، وهو وصف يوحي بأن المنظمة الدولية لن تتسامح مع أي تحد لقراراتها. وهناك الكثير من اليمنيين الذين يعتقدون أن ميليشيا الحوثي وحلفائها قد مارست الكثير من التحدي والتجاهل لقرارات مجلس الأمن، ومنهم من يعتقد بأن هذا التراخي في تطبيق القرارات الأممية مقصود من بعض الدول الكبرى لمنح الميليشيا شهادة صمود أمام أتباعها، غير أن التسريبات الأخيرة بخصوص رؤية الأمم المتحدة للحل في اليمن تبدو كمحاولة لإمساك العصا من الوسط، في حين أن الإنقلابيين قد استبقوا الإعلان عنها ببيان يرفض أي تسوية لا تقوم على ما يسمونه بالتوافق، فيما تتمسك الحكومة بالقرار الأممي وتعتبر أي تسوية سياسية لا تستند عليه مرفوضة ولا يمكن النقاش حولها. لمناقشة الدور الأممي في اليمن وطبيعة الحلول المتوقعة في ظل التسويف الحاصل في الكويت، سيكون معنا للنقاش من صنعاء الناشطة السياسية وميض شاكر، ومن الرياض الصحفي والكاتب عارف أبو حاتم. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأدعوكما بداية للإجابة على السؤال المشترك، والبداية معك أستاذة وميض، هل تعتقدي أن أداء الأمم المتحدة المتراخي بشأن تنفيذ قراراتها يخدم الإنقلابيين بدرجة رئيسية؟ مرحبا ورمضان كريم. اهلا وسهلا. انا سمعت مقدمة التقرير ولا اظن انه قائم على حيثيات صحيحة. الوضع في اليمن معقد ومعقد للغاية، وما يجري الان في الكويت هو عملية لوقف اطلاق النار وليست عملية واسعة بمعنى عملية سلمية. لذلك سيجد الكثير أن هناك أيضا كثير من القضايا ليست ذات أولوية وليست الآن موضع يعني تعامل. ربما يكون هذا هو الفجوة التي يراها الجميع، لكن علينا أن نركز في هذه المرحلة على وقف إطلاق النار. هل الأمم المتحدة تتراخى مع وضع الإنقلابيين أو الحوثي صالح ودخولهم الى صنعاء واستيلاءهم على الدوله؟ انا لا اظن، لانه هناك قرار 22/16 وهو قرار واضح، بالاضافه الى ان هناك سماح وتأييد ومشاركه للضربات الجويه وكذلك في البحار وفي البر من جميع الدول بما فيها مجلس الامن، الاستضافه للحكومه والاعتراف الدولي القاطع. نعم. للشرعية وللرئيس هذه كرئيس شرعي اليمن. نعم 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 وميض، إذا نعم سنأتي للتفاصيل. يعني أفهم من كلامك الآن بأنه لا تعتقدي بأن هناك تراخي مقصود من قبل الأمم المتحدة. وأنقل السؤال إلى سيد عارف أبو حاتم من الرياض، وقبلها أود أن أنوه بأننا كنا نأمل أن تكوني معنا عبر الأقمار الصناعية، إلا أن ميليشيا الحوثي في صنعاء منعت أي استضافة لصالح قناة بلقيس من هناك. يعني الحديث الآن إليك سيد عارف. اهلا وسهلا بكم. شيء مؤسف ان قناه بلقيس تمنع من العمل في صنعاء، هذا هو السلوك الميليشياوي الذي يمنع كل صوت للحقيقه، وهو الذي منع العزيزه وميض من المشاركه في هذا البرنامج. ما يجري ان الامم المتحده عبر الاقمار الصناعيه تقصد؟ طبعا في من وجهه نظري عبر الاقمار الصناعيه طبعا. نعم. قد اغلقوا القنوات والمواقع والصحف والاذاعات، لم يبقوا شيء لا صناعي ولا غير صناعي. الامم المتحده في اليمن اتخذت موقفا سلبيا، على الاقل يتماهى مع المشروع الحوثي ويدعمه، لا استطيع ان اقول يدعمه سرا بل يدعمه قهرا، من خلال اولا عدم اتخاذ اي خطوه جديه لتطبيق قرار 22/16. هذا القرار الذي صدر في 14 ابريل 2015
قال والبن كي مون حينها أنه يمحل الحوثيين مصالح 10 أيام لتنفيذ القرار، ما أعلم فإن الأمم المتحدة سوف تتصرف ويتخذوا منحا آخر، خاصة أن القرار صدر تحت الفصل السابع وهذه ميزة كبيرة. وحتى الآن لم يفعل أي شيء. قبل فترة قال بأن ولد الشيخ لتقديم خارطة الطريق لإنقاذ الأزمة اليمنية والحالة اليمنية في الكويت خلال 30 يوما، 30 يوما انتهت يوم 25 مايو الماضي. الأمم المتحدة التي أدركت أنصار الشريعة بأنهم منظمة إرهابية وهم كذلك بالفعل خلال 48 ساعة من إعلانهم عن أنفسهم، حتى الآن ترفض أن تعلن جماعة الحوثية منظمة إرهابية، وهي التي ارتكبت مئات الأضعاف وآلاف الأضعاف مما ارتكبه تنظيم القاعدة. نعم هذه التفاصيل سيد عارف سندخل سنخوض فيها، لكن عمليا أنت تعتقد إذن أن هناك تراخي فعلا في تعامل منظمة الأمم المتحدة مع الإنقلابيين في البلد؟ الأمم المتحدة بالأمس أوقفت مكتبها، أوقفت التعامل مع مكتب اليونسكو في الجوف لأنه يعمل تحت نطاق الشرعية، كل محافظة تحت سيطرة الشرعية الأمم المتحدة يكون حضورها فيها باهت، لأن في المقابل يكون هناك حضور كثيف للأمم المتحدة في المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية في كل المنحى، في كل المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الأمم المتحدة لها مواقف سلبية جدا في اليمن، ومع ذلك لا نزال نتعامل معها باعتبارها المظلة الأممية الكبيرة التي يمكن من خلالها الخروج بحل للأزمة اليمنية، كون الأطراف كانت تعاني وما زالت تعاني من أزمة ثقة، ومن الصعب أن تتحاور في الداخل اليمني، وكذلك رفضت التحاور برعاية عربية أو خليجية أو إقليمية، وقررت المشاركة على الرعاية حل الأزمة وعلاجها عبر راعي دولي وأممي. ومع ذلك الجماعة الحمثية لا تقدمت خطوة ولا وافقت على أي نقطة، ولا الأمم المتحدة نفسها ضغطت بأي شكل من الأشكال على هذه الجماعة للتوقيع على أي قرار أو على أي صيغة الاتفاق، بل أن حمزة الحوثي قال لولد الشيخ لا أعترف بكامل الشرعية الأممية التي تسمونها ولا أعترف بأي من قراراتها. نعم، إذا أنت تعتقد وبشدة بأن الأمم المتحدة تنحاز بقوة لصالح الإنقلابيين أو أنها تتعامل معهم بشكل من التراخي والدلال. أشكركما ضيفي الكريمين على الإجابة على هذا السؤال المشترك، ونبدأ النقاش بعد الذهاب إلى هذه المادة الرصدية الخاصة بأبرز مواقف الأمم المتحدة بشأن الملف اليمني منذ الإنقلاب وحتى الآن.
أهلا بكم من جديد، بالعودة إليك أستاذة وميض. وبعد مشاهدة هذه المادة التي ضمنت القرارات الملزمة، وبالنظر إلى تعامل الأمم المتحدة مع جماعة عنصرية مسلحة انقلبت على السلطة وعلى الحياة السياسية بالكامل وعلى كل ما توافق عليه اليمنيون بهذا الشكل، كيف يمكن أن نفسر هذا التعامل الأممي، وفي أي سياق يمكن أن نفهمه؟ عزيزتي أسوان، طبعا أنا ولا سمعت كلمة ولا شفت شيء. طيب إذا نعم، أنا كنت أريد أن أنوه، لكن طالما قد قلتها، ما تم استعراضه من مادة كانت عبارة عن القرارات الأممية التي صدرت منذ الانقلاب وحتى الآن، شملت القرارات المتعلقة بالمعرقلين والقرارات العقوبات، وأيضا نص القرار الأممي 22/16، وأيضا المحطات التي أشرفت عليها الأمم المتحدة لجولات المفاوضات السابقة في جنيف إلى وصولا إلى الكويت. طبعا الأمم المتحدة، من تقصدين بالأمم المتحدة؟ مجلس الأمن؟ نعم، مجلس الأمن، وتحديدا أداء مجلس الأمن لم يصدر غير القرار 22/16 إلى الآن. نعم، لا توجد هناك قرارات أخرى غير القرار 22/16. هناك قرارات صدرت بحق العقوبات بشأن المعرقلين للتسويات، وأيضا بشأن العقوبات لم تكن قرارات. القرار 22/14 نعم، لم يصدر قرار من مجلس الأمن غير 22/16، وبعده كان في هناك مقترح قرار ولكن عدل إلى بيان. طيب، لن نختلف الآن على التسميات أستاذة وميض، لن نختلف، لكن بالأخير هذه بيانات صدرت. نعم، بيانات صدرت في نهاية إبريل، كان هناك كذلك توصيات للوفود بتقديم خارطة الطريق. نعم، إذن هذا التعامل الأممي، لو أخذنا فقط القرار 22/16 والذي تعامل مع ما حدث في البلد في سبتمبر 2014 على أنه انقلاب ضد الشرعية، وطرح مجموعة من النقاط كخارطة الطريق لإنهاء الانقلاب خلال 10 أيام، الآن أكثر من عام على صدور هذا القرار، قرار طبعا هذا، كيف يمكن نفهمه هذا التعامل مع جماعة عنصرية تحمل السلاح انقضت على السلطة الشرعية للبلاد؟ القرار 22/16 هو قرار مكمل للقرارات السابقة التي كانت تحكم أو توجه إلى المرحلة الانتقالية في ما بعد، حتى قبل انتخاب الرئيس هادي الى 21 سبتمبر. اكيد، بمعنى ان مجلس الامن يتعامل مع كافه الاطراف كمعرقلين بما فيهم، حتى في القرار، لا اتذكر رقم القرار بس اعتقد 20/50، كان يتعامل مع الحراك الجنوبي كمعرقل. نعم، وكذلك مع بعض عناصر الحكومة اللي كانت حكومة المناصفة، بما في ذلك الإصلاح وميليشياته، بما في ذلك المؤتمر الشعبي العام وحرسه الجمهوري وإلى آخره كمعرقلين. كان دائما مجلس الأمن يدعم مركزية شرعية الرئيس هادي خلال الفترة الانتقالية السابقة، وكان يصدر قرارات ويحذر من العرقلة. ثم أتت 21 سبتمبر كنتيجة لكافة هذه العراقيل ولكافة هذه الفوضى والصراعات، وتعامل معها في نفس الطريقة كجهة معرقلة أيضا، واستمر في دعم مكانة وشرعية الرئيس هادي من أجل استقرار اليمن. هذا هو الهدف الرئيسي. نعم، يعني هو نحن لا نتذكر، وقد تعامل مع جميع المعرقلين مهما كانوا جهتهم بنفس الطريقة. نعم أستاذ وميض، يعني على حد علمنا ومعلوماتنا أنه لم تذكر قرارات معرقلين سوى علي عبد الله صالح في مرحلة سابقة ونقله، وأيضا عبد الملك الحوثي في مرحلة لاحقة، أو عبد الملك عبد الخالق الحوثي وبعد ذلك عبد الملك الحوثي. يعني هل أفهم من كلامك الآن وذكر في مرحلة سابقة الحراك والبيض؟ نعم، لكن نعم، الحراك والبيض هل هذا يغير في واقع الأمر شيء فيما يتعلق بأداء الأمم المتحدة مع الإنقلابين الآن؟ نحن نقول أن الأمم المتحدة تنظر إلى جميع الأطراف ما عدا شرعية الرئيس، ما عدا مكان الدولة يعني الشرعية الحكومة الرسمية، كمعرقلين بغض النظر من كانت هويتهم.
لا أدري إذا كان السيد عارف أبو حاتم استمع لك، كان صوتك واضح بالنسبة له وفهم ما تقصدينه. يعني كيف يمكن أن نفهم هذا الطرح بأن الأمم المتحدة تتعامل مع أكثر من طرف كمعرقل عدا يعني منصب الرئيس هادي؟ النقطة هنا أن القرار 2216 هو قرار يحمل الفلسطينيين المسؤولية كما يحمل جميع الأطراف المعرقلة المسؤولية سابقاً، أوكي، ويحطهم جميعاً لفعل كافة الإجراءات من أجل استقرار اليمن والحفاظ على مؤسسات الدولة وشرعية الدولة متمثلة بالرئيس هذه، لأنه طبعاً ما فيش غيره. نعم، إذن سيد عارف، القرارات الأممية تتحدث عن أكثر من معرقل وتتحدث فقط عن طرف الإنقلابيين، وميض أيضا ربطت بين القرار 2216 وبين قرارات سابقة أدرجت عدد من الأطراف. يعني كيف يمكن أن تفهم الطرح؟ القرار 2241 اللي هو 2140 كان تحدث عن عقوبات شملت علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم وعبد الخالق الحوثي، لكن فيما يتعلق باستثناء الرئيس هادي، هذا رئيس شرعي منتخب توافقيا، هو اول رئيس في تاريخ اليمن ينتخب من كل الاطراف ومن كل الفئات وتوافقيا دون ان يعترض عليه احد، وهو جهه شرعيه تمثل الشعب اليمني، ليس هناك خلاف واعتراض عليه، لكن الخلاف كان هو فيما يتعلق بالجماعه الحوثيه الذين انقلبوا على السلطه التشريعيه وعلى السلطه التنفيذيه. كنا ذهبنا إلى أكبر تظاهرة سياسية في تاريخ اليمن إن لم يكن في تاريخ العالم العربي كله، شعب بأكمله أنتج مجموعة أو نخبة سياسية تحاورت لسنة كاملة، وضعنا مؤتمر حوار، وضعنا دستور دولة اليمن الاتحادية الجديدة، كنا على مرمى حجر من الانتخابات الجديدة ومن الذهاب للدستور الجديد ومن التشكيل الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة. فجأة جاء الحوثيون وانقلبوا على كل ذلك، أسقطوا المؤتمر الحوار وأسقطوا الدستور الجديد والدولة الاتحادية والشرعية والبرلمان والحكومة. من الطبيعي أن يكونوا هم الجهة المعرقلة، ومن الطبيعي أن تشملهم قرارات الأمم المتحدة. الرئيس هادي لا يزال حتى الآن هو رئيس شرعي، وشرعيته ليست محل نقاش أو محل خلاف عند أحد. في مسألة ما يتعلق هي تحدثت بأنه لا خلاف على موضوع شرعية الرئيس هادي كما فهمت من كلامها، هي تتحدث عن معرقلين آخرين خارج دائرة الإنقلابيين كما يبدو. طبعا من هم معرقلين اخرين خارج العمليه خارج الانقلابيين غير علي عبد الله صالح، غير تحالف صالح والحوثيين؟ هل هناك معرقلين اخرين غير هؤلاء؟ اتمنى ان يكون هناك صوت واضح نسمع من الامم المتحده من هم المعرقلين خارج الانقلابيين. لا احد يعرف غير ان هناك طرف انقلابي وطرف شرعي، لا يوجد طرف ثالث يقف بينهما وطرف ثالث يمثل منطقة رمادية. هناك المسألة واضحة جدا لدى الأمم المتحدة ولدى المجتمع الدولي، ويعرف أن علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي هم من قاموا وتسببوا بكل هذه الجرائم وكل هذه الحروب، وبالتالي أمر طبيعي أن تكون القرارات كلها ضدهم، وطبيعي أن يكون هناك قرار أممي ضاغط بهذا الاتجاه. لكن ما ليس مفهوم الأمم المتحدة أن تصدر قرار ثم تسعى للانقلاب عليه. خطوات ولد الشيخ الآن لأكثر من 55 يوما في الكويت والتشاورات التي تجري حاليا هي تمهيد للانقلاب على القرار 2216 بمحاولة الالتفاف عليه من حيث تشكيل حكومة أو من حيث عدم تراتبية القرار. القرار كان قوي جدا، 25 مادة في هذا القرار صدرت تحت الفصل السابع، تحدث عن انسحاب من محافظات، انسحاب من مؤسسات الدولة، تسليم الأسلحة الثقيلة المتوسطة إلى الدولة، إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، البدء بإجراءات وتدابير أمنية مؤقتة، ثم بعد ذلك لم يتحدث عن التشكيل حكومة وحدة وطنية وإنما عن إمكانية المساهمة في تشكيل حكومة، هذا إمكانية المساهمة في الحكومة الموجودة. لكن الجماعة الحوثية أرادت أن تسبق ذلك. دعوني أوضح نقطة في غاية الأهمية، لماذا الجانب الحكومي يرفض مسألة أن تكون الحكومة سابقة لعملية استعادة الدولة؟ لأنه أولا الحوثيين والانقلابيين لن يخرجوا من معسكرات الدولة لأنهم أصبحوا جزء من الشرعية القائمة. ثانيا لن يخرجوا من المؤسسات الحكومية التي سيطروا عليها عبر قرارات من لجنتهم الثورية ولجنتهم يسمونها، أصدروا قرارات سيطرت على كامل مؤسسات الدولة من البنك المركزي إلى شركات النفط التابعة للدولة إلى جميع الوزارات إلى مبنى الرئاسة إلى الحكومة إلى البرلمان، نهبوا كل شيء. بالتالي لن يتم خروجهم من هذه المؤسسات لأنهم أصبحوا جزء منها، وخروجهم سيعني هنا إقصاء لهم وضد التوافقية التي تمت. النقطة الثالثة،
لن يسلموا السلاح، بل سيدخلوا بالسلاح إلى معسكر الدولة. وبهذه الحالة سنكون شرعنا لهم الانقلاب، وحولناهم من ميليشيا إلى دولة شرعية. وبدلا كانوا يقتلوننا بصفتهم ميليشيا خارج القانون، سيصبح عبد الملك الحوثي يقتلنا باسمه الرجل الشرعي في هذا البلد. الأمم المتحدة تبحث عن خرم الإبرة الصغير جدا لتمرير رأس الحوثي باتجاه الشرعية. إذا ما تمكن من إدخال الحوثي إلى مسألة الشرعية عبر قناة المشاورات الكويت، سيكون الأمم المتحدة ستكمل الباقي، والمجتمع الدولي سوف يعترف به، وسوف يكون يمثل حكومة شرعية وسلطات تنفيذية لا خلاف حولها. الحوثي الذي هدم السلطة وهدم الدولة أيضا هو الآن من يسعى إلى أن يكون جزء من هذه الدولة، مع أنه وضع الطبيعي لهم هو المحاكم والسجون وأن يسلموا إلى القضاء اليمني. ومع ذلك حين ارتضى الجانب الشرعي إشراكهم في الحكومة، لا يعني ذلك أنه سوف يشرع لهم الانقلاب أو أنهم سوف يظلوا بالحالة التي هم عليها الآن من حيث السيطرة على مفاصل الدولة. كانت المطلب رقم واحد للجانب الشرعي هو استعادة مؤسسة الدولة وإلغاء الإعلام الدستوري وكل ما ترتب عليه من قرارات وكل ما ترتب. نعم نعم، بهذا دعني أن أنقل هذه الجزئية. نعم، ما بين الإعلام الدستوري وما بين اقتحام صنعاء، القرارات التي كانت في هذه المرحلة أيضا تسقط، وقد سأسقطها الرئيس هذه بقرار. نعم، هذه الجزئية تحديدا وهي مهمة جدا، دعني أنقلها إلى الأستاذ وميض شاكر. يعني الطرح يقول بأنه أي تسامح لإزالة الانقلاب وجميع مظاهر الانقلاب، أي جهود أممية أو داخلية أو ناشطين مدنيين في الداخل، لن يكون سوى شرعنة للانقلاب ما لم يتم بداية تنفيذ القرار الأممي 2216 بحذافيره، والذي يشمل بداية الانسحاب من المدن وتسليم السلاح للدولة. هذا النقطة غير مختلف عليها نهائيا، لا عند الأمم المتحدة ولا بين الدول الراعية لعملية السلام في اليمن، ولا بين حتى الوفود اليمنية نفسها، وفد الشرعية، وفد الحكومة، وفد الحوثي صالح. يعني كلهم متفقين على هذه النقاط اللي هي الانسحاب وتسليم الأسلحة. لا، وفد الانقلابي لا يعترف بهذه النقطة، وتصريحاتهم جميعا تؤكد بأنهم لن ينفذوا القرار ولن ينسحبوا من أي مكان، سواء صنعاء أو غيرها. في نهاية إبريل دعا مجلس الأمن الأطراف اليمنية لتقديم خارطة طريق ورؤية لتنفيذ قرار 2216. تقدم وفد الحكومة بهذه النقاط وحط التفاصيل، تقدم الحوثيين وصالح بنفس هذه النقاط وحط التفاصيل. تمام، الخلاف فقط أن هو في من يستلم السلاح، هل تستلمها الحكومة تريد أن تشكل الحكومة يسلم السلاح ثم تشكل الحكومة، الحوثيين يريدون أن تشكل الحكومة أولا وهي تسلم السلاح. في رأي ثالث يقول إنه تشكل اللجان الأمنية أولا، تمام، وهذا هو مقترح الأمم المتحدة بتعيين من رئيس الجمهورية اللي هو على عبد الرب منصور هادي، وهي التي تقوم باستلام السلاح. الجميع رسميا وبحسب الرؤى وخرائط الطريق التي تقدموا فيها وهي موجودة ومنشورة أيضا على الإنترنت، متفقين على هذه الثلاث النقاط بما في ذلك كذلك الأمم المتحدة متفقين. النقطة الخلاف هي التزميم، من قبل الحكومة أن تسلم السلاح ومن يسلم السلاح. كان في البداية أنه يكون الرئيس هو الذي يعين، ولكن بعد جولات من المفاوضات أنه يتم بالتوافق تعيين اللجان الأمنية التي ستقوم بتسليم السلاح أو يعني باستلام الأسلحة. مؤخرا بعد جهود الأمم المتحدة نرى أن هناك قوائم ب300 أمني ومختص كانوا محايدين وغير منخرطين في العملية العسكرية، ربما هم هؤلاء الذين يكونوا مرشحين لتشكيل اللجان الأمنية التي ستستلم السلاح. فهي في كل الأحوال تسليم الأسلحة غير مختلف عليه، تشكيل حكومة توافقية غير مختلف عليها، واستئناف العملية العسكرية العملية السياسية غير مختلف عليها أيضا. لا يوجد أي داعي أو أي لا يستدعي أن يكون في هناك خوف
أو توخّه تخوف أو إقامة حملات إعلامية أو من قبيل هذا الشيء بانتقاد الأمم المتحدة، لأن إذا نحن كذلك رأينا تصريحات وفد الحوثي لصالح الرسمية بما في ذلك محمد عبد السلام ينتقد مقترح ولد الشيخ بتقديم خارطة الطريق، كذلك منشوراتهم في المواقع في الفيسبوك. نعم تصريحاته وميض يعني كنت أتمنى إن كانت كنت أتمنى لو في غرفة الإعداد يستعرضوا معنا، أننا استعرضناها قبل الحلقة بقليل آخر التصريحات لمحمد عبد السلام، يرفض تماما أي حديث عن تسليم السلاح أو انسحاب من المدن أو حتى الحديث عن قرار 22/16، وهذا تصريح يعني غير خافي على أحد، هو موجود في كل المواقع. الحكومة لم يكن موقفها بهذا الشكل من خطوات ولد الشيخ فيما يخص الإعداد لخارطة الطريق. نعم وميض يعني الطرح هنا يدور حول فكرة التسميات، تعاملنا مع المسميات والأمور على الأرض هي من ميعت المشهد بهذا الشكل. هناك من يقول بأن كل من يحاول أن يطرح ما يحدث في البلد على أنه صراع بين أطراف متصارعة وليس عبارة عن انقلاب على سلطة شرعية، هو في طبيعة يعني بطبيعة الحال يخدم طرف الانقلاب بشكل أو بآخر. أنا أعتقد أن الحديث اليوم والحوار هو رجعي، بمعنى أن الناس تقدموا، هذه النقاط لم تعد الآن محل خلاف. هناك قرار 22/16 الجميع وافقوا عليه كمرجعية، وهناك رؤى يعني وخرائط طريق للطرفين تقدموا بها بناء على هذا القرار ومتفقين على هذه النقاط الثلاثة الرئيسية، وهناك الآن إجراءات للتسريع تختص أنا أعتقد في بتشكيل اللجان الأمنية لاستلام الأسلحة. نعم إذن كيف نفهم؟ لا يوجد هناك يعني أي ما يستدعي أن نحن نعيد العجلة إلى ما قبل القرار. طيب وميض إذن ما قبل المفاوضات على الأقل. طيب وميض إذن سيد عارف، نحن نسمع تصريحات يومية من طرف الإنقلابيين ناطقين رسميين لهم وإعلاميين، أيضا نسمع تصريحات من قبل الوفد الشرعية، جميع هذه التصريحات تؤكد بأن المشاورات لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، بل أنها كلما مضت خطوة إلى الأمام تراجعت خطوتين إلى الوراء بسبب يعني تراجع الإنقلابيين عن مواقفهم السابقة، حتى فيما يتعلق باللجان التي تم تشكيلها، إلى أنه وصل حد التراجع عن الجهود التي كانت قد بذلت فيما يتعلق بالمختطفين إلى تصريحات ولد الشيخ لتحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون. يعني هل فعلا هناك تقدم وتوافق كما تطرح الأستاذة وميض بأن الجميع متفقين على خارطة الطريق واضحة وأن الأمور على خير وأن التسوية السياسية ماضية في طريقها الصحيح؟ الجميع متفقين على ألا يتفقوا، يمكن هذا هو أكثر تعبير يكون صادقا في مشاورات الكويت. قبل ذلك كانوا يتفاوضون على مسألة إقرار جدول الذي تم التوافق عليه في بيل سويسرا ديسمبر الماضي، ولم يتم التوافق عليه خلال 3 أسابيع الأولى. هرب ولد الشيخ من هذه النقطة إلى تشكيل إطار عام للمباحثات ولم يتم التوقيع عليها، هرب منها إلى تثبيت مرجعيات 3 للحوار وهي المرجعيات 3 المعروفة ولم يتم التوافق عليها، هرب من هذه النقطة الثالثة إلى نقطة رابعة وهي تشكيل اللجان المسمى اللجان 3 الأمنية والعسكرية ولجنة استعادة الدولة ولجنة الأسرى والمعتقلين، وحدد في رسالة واضحة مهام كل لجنة، حين وافق عليها الجانب الحكومي رفضها الجانب الحوثي، وحتى الآن هذه هي 4 نقاط التي لم يتفقوا عليها. حتى في مسألة الضمانات جاءت ضمانات أممية وليس من الحوثيين، وهذه نقطة مهمة، جاءت الضمانات من بان كي مون للرئيس هادي حين التقاه في الدوحة، أما الجماعة الحوثية لم يوافقوا على شيء ولن يوافقوا على شيء، ويومها قلت بأنه لن يتم إطلاق الأسرى والمعتقلين لا في رمضان ولا قبل رمضان ولا بعد رمضان، هذه جماعة تتعامل مع الجانب الإنساني بصفته ورقة سياسية تفاوض بها تحسن بها شروط التفاوض. وتغريدة ولد الشيخ التي أطلقها أول أمس بأنهم يتمنى أن يكون هناك تحسين لأوضاعهم في السجون، أعتقد أنها هي إعلان واضح للفشل. بدأ أن كان يطالب هذا الرجل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ذهب يطالب بتحسين أوضاعهم في السجون. حتى مسألة الذين أطلقوهم 140 تقريبا في إب و 58 و 48 في عمران، هؤلاء بينهم من هو محكوم جنائيا ومن الخطأ أن تخرجه قبل أن يثبت القضاء في أمره، ومنهم من انتهت مدته القضائية، وجميع من تم إطلاقهم لا يوجد واحد بينهم، وأشدد على هذه النقطة لا يوجد واحد بينهم فقط ممن ورد اسمه في كشوفات الجانب الحكومي 2630 اسما، لا يوجد بينها اسما واحدا. فلماذا الأمم المتحدة هرولت نحو
المباركة بأن تشكر والد الشيخ يشكر الجانب الحوثي وكأنه لا ملام ولا عيب إلا على الجانب الشيعي الآخر الذي لم يستجب لهذه الخطوة. لماذا تطلقوا ناس بد كان يفترض بولد الشيخ والأمم المتحدة أن تعاتب الجماعة الحوثية؟ لماذا أطلقوا ناس قبل إصدار محكوميتهم من القضاء؟ ولماذا يكذبون على الأمم المتحدة بأنه أطلقوا أشخاص لا يوجد بينهم اسم واحد ما وردوا في كشوفات؟ ولماذا يتم التهليل والمباركة بهؤلاء؟ ولماذا لم يتم إعلان من تم إعلان أسماء من تم الإفراج عنهم؟ نعم. نحن عندما قدمنا كشوفات كان فيها 2630 اسما، فيها الاسم والصورة والزمان والمكان ولحظة الاعتقال من قبل الجماعة الحوثية. فيما هم قدموا كشوفات فيها أسماء وهمية، فيها 36 اسما صوماليا، فيها اسم أحمد علي عبد الله صالح رجل الأعمال في الإمارات، فيها أسماء كثيرة جدا. إذا لا تنفيذ مطلقا لخطوات بناء الثقة أستاذ عارف، يعني أستاذ وميض، لا يوجد أي خطوات في بناء نعم التراجع عن فكرة أي خطوات. نعم. وولد الشيخ يتذكر أنه اللحظة الوحيدة التي غضب فيها أثناء المشاورات حين وقف حمزة الحوثي أمام السبورة التي يتم الشرح عليها في الخيمة الأميرية وقال له: نحن لا نعترف بك ولا نعترف بالأمم المتحدة ولا بشرعيتها ولا بقرارتها. قال له ولد الشيخ: معنى هذا أنك لا تعترف بي، أنا هنا جئت أمثل الأمم المتحدة ومثل شرعيتها ومثل قراراتها. نعم. حتى إذا لا يوجد أي خطوات بناء الثقة. أستاذ وميض، يعني هل يمكن فعلا القفز في تسوية سياسية على خطوات بناء الثقة التي هي فعلا أساسية لبناء أي حل سياسي أو تسوية تفضي إلى سلام حقيقي في البلد؟ الآن يجب أن نعرف أن هذه المرحلة فقط مرحلة المفاوضات هي من أجل وقف إطلاق النار، بمعنى وقف العملية العسكرية، تأهدئة العملية العسكرية. بناء الثقة يتعلق في مجمله بشكل كبير جدا بالإطلاق الصراحة من الأسرى والمعتقلين، كذلك تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن. هذه هي النقاط الرئيسية. أوكي. الآن فيما يخص هل من الممكن أن يكون في هناك اتفاق من أجل الوصول لاتفاق سياسي؟ الآن ما هو حصل هو اتفاق مفصل لوقف إطلاق النار. الاتفاق السياسي هو سيأتي في المرحلة الانتقالية وهو هذا الاختبار الأصعب. نعم. طيب إذا ما تحدثنا عن وقف إطلاق النار وميض، يعني ونحن إذا ما استعرضنا الرؤية التي تم تسريبها، إذا ما كانت فعلا يعني حقيقية الآن هو مركز أمنيا. نعم، أمنيا. وفعلا ضربات التحالف هي متوقفة منذ فترة طويلة منذ إعلان الهدنة. بالمقابل الضرب والقصف لا زال مستمرا مثلا في تعز، في حين طرحت رؤية أو تم تسريب رؤية يقال بأنها أممية لا تذكر تعز. هناك 10 جبهات لا زالت مستمر القتال فيها مستمر. هناك 10 جبهات لا زال القتال فيها مستمر في بداية. نعم، نحن نتحدث عن الجبهات العسكرية، دعينا نتحدث عن قصف المدنيين. نعم وميض، دعينا نتحدث عن الجبهات العسكرية، سوف نتحدث عن قصف المدنيين ونذكر تعز على سبيل المثال، على اعتبار أنه تم إيقاف الضرب في المحافظات الأخرى من قبل التحالف. في بداية الحرب كان هناك طرفين رئيسيين اللي هو الرئيس هادي والتحالف وحوثي صالح ميزي. اليوم لدينا 10 جبهات قتال لا زالت مفتوحة، وهناك أكثر من 6 فصائل في كل منطقة تشتغل. يعني الفاعلين اليوم ليس هم الموجودين على الطاولة في الكويت، هناك فاعلين آخرين على الأرض. اليوم التقارير تقول هناك حرب كبيرة التي هي الحرب الرسمية ويمثلها الطرفين الرئيسيين الموجودين على الطاولة، وحروب صغيرة على المستوى المحلي. من هي هذه 6 الفصائل؟ أطراف كثيرة. نعم، آخر تقرير تشام هاوس يصفها بهذه الطريقة. لذلك أي فصائل يعني وميض، فصل لنا هذا الطرح بأن هناك أكثر المعركة. أنا أعطيك الفصائل، هناك السلفيين ولديهم مجموعات، هناك القاعدة ولديهم مجموعات، ربما لازلنا غير متأكدين من وجود داعش في اليمن. تمام. هناك القبائل، أوكي،
وهناك طيب وميض، يعني هذا 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 التفصيلات، هذه التفصيلات لهذه المعارك الداخلية والتي هي موجودة قبل من قبل الانقلاب. وميض فقط يعني أوضح السؤال ثم أترك لك الإجابة. يعني هذه التفاصيل هي موجودة في 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 البلد قبل حتى الانقلاب، وهي ربما تكون موجودة في أي بلد آخر. يعني نتحدث الآن عن الجريمة الأكبر وهي جريمة الانقلاب. لا نريد هذا الوضع، لا نريد هذا الوضع لا في بلدنا ولا في بلد آخر. اليوم هذه الفصائل وبسبب حالة الحرب وبسبب الانفلات الأمني هي تعتبر فاعلة، وهي يعني من رؤية الأمم المتحدة، من رؤية الإقليم، من رؤية المجتمع الدولي، هؤلاء يعتبرون فاعلين، وهؤلاء أيضاً أسباب رئيسية في زعزعة الاستقرار. نعم، هل أفهم من كلامك بأن هذا هو الطرح الذي لأدلار؟ نعم، أنت كواحدة من السبع النساء التي ذهبنا إلى الكويت للدفع بعجلة السلام يعني إلى الأمام، هل هذا هو الطرح الذي يتم الحديث ومناقشته في الكويت؟ هل تم تفنيد المعارك في الأرض على أنه انقلاب أو جبهة انقلاب وجبهة شرعية ومقاومة، أم هو هذا الطرح الذي تطرحينه الآن؟ ما تم في الكويت هو التوجيه التركيز أو لفت الانتباه إلى تغير الخارطة وتغير خارطة الصراع وتغير الـ وزيادة الفاعلين في زعزعة الاستقرار وفي انهيار اليمن، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التي يعني انهارت بشكل كبير. اليوم يمكن العملة تنهار في أي وقت ونصبح دولة فاشلة، بالإضافة إلى دولة فوضى مع تعدد الفصائل والجماعات المسلحة في كل مكان وتعدد الجبهات. هذا الوضع الجديد الذي طرأ أو الذي امتد من بعض مفاوضات الكويت إلى اليوم كان يجعل من الأمم المتحدة ويجعل من الفاعلين الإقليميين والدوليين ينظرون إلى اليمن بطريقة تختلف عن حتى القرار 2016. نعم، المشكلة. طيب، يعني هو الحديث عن كل ما طرحتيه ربما يراه الكثير من المراقبين بأنه هو تداعيات للانقلاب، بالأخير انقلاب وغياب الدولة، طبيعي يعني أن تتشكل هذه الفصائل ربما أكثر. يعني الحديث مفترض أن يدور حول المشكلة الأساسية أو الجريمة الأكبر وهي الانقلاب واستعادة الدولة، ومن ثم حل المشكلات الأمنية الأخرى. دعيني أنقل هذا الطرح إلى اليمن. لم يعد محليا، يعني أصبح الآن مركز اهتمام إقليمي ودولي. طيب، لأنه طيب يهدد المياه، يهدد البر، يهدد الجماعات الإرهابية اللي موجودة وكل يوم نراها يوم في ولاية في مكان ما، وهناك ضربات عليها وهناك كذلك عمليات عسكرية. نعم، وميض، فكرتك واضحة وميض. نعم أستاذ عارف، إذن الحديث الآن لم يعد عن انقلاب وشرعية، الحديث يدور حول فصائل وأطراف كثيرة ومتعددة في البلد ذكرتها الأستاذة وميض. يعني في ظل هذا المشهد المختلط، يعني كيف يمكن الآن الفرز وفصل وإعادة الشرعية في البلد طالما قد خلطت الأوراق بهذا الشكل والطرح بهذا المستوى؟ لا تخوف المجتمع الدولي ولا تخوف الجيران والإقليم بأن اليمن أصبحت ساحة عصابات وجرائم وداعش وقاعدة وغيره. لا يوجد تنظيم داعش في اليمن، ولا هذه نقطة أولى. والنقطة الأخرى، تنظيم القاعدة في اليمن لم يعش عصره الذهبي إلا في ظل وجود عبد الملك الحوثي. حتى بعض المتدينين الذين انضموا إلى القاعدة لم ينضموا حبا فيها، ولكن انضموا لأنها تقاتل الجماعة الحوثية. تنظيم القاعدة في أبيان، ويعرف الجميع بأنه لم يفجر بيت أحد، ولم ينهب مال أحد، ولم يقتل أحد، وإنما أعاد خلق الناس في حرياتهم وألزمهم بسلوك معين، سلوك استفزازي. هذا كل ما فعله تنظيم القاعدة، وإن كان حقق لهم أمن واستقرار. فيما الجماعة الحوثية من فجرت المدارس والطرقات والمستشفيات وأحلت البرلمان والحكومة، وافتخر محمد البخيتي بأنه قتلوا 60,000 جندي خلال ست الحروب الأولى، وقصفوا على أبناء تعز على الأطفال بالكاتيوشا والمدافع والدبابات. هل تنظيم القاعدة يفعل هذه الخطوة حين كان في أبيان؟ من هو الطفل الذي قتله تنظيم القاعدة، أو المدرسة التي فجرت تنظيم القاعدة، أو الملعب الكرة القدم الذي حول تنظيم القاعدة إلى ملعب سجون؟
تنظيم القاعدة منظمة إرهابية وكلنا نقف ضده، لكن يجب أن لا نتخذ منه فزاعة للمجتمع الدولي لإحلال الجماعة الحوثية. لا يوجد إرهابي في اليمن إلا عبد الملك الحوثي وجماعته، ولا يوجد من قصف الأطفال والنساء بالدبابات والمدافع والكاتيوشا إلا عبد الملك الحوثي، ولا يوجد من قصف دار الرئاسة بالطائرات إلا عبد الملك الحوثي، ولا يوجد من حول مراعي كرة القدم إلى سجون إلا عبد الملك الحوثي، ولا يوجد إرهابي على وجه أرض اليمن إلا عبد الملك الحوثي وعصابته. لماذا نخوف الناس؟ وإن كان هناك جماعات أخرى، بالتأكيد هناك جماعات إرهابية أخرى وقد صنفها الإقليم والعالم على أنها جماعات إرهابية. لماذا أستاذ وميض لا نسمع ضغوط مدنية من قبلكم بتسمية جماعة الحوثي؟ سأعود إليك عارف. المجتمع الدولي صنف تنظيم القاعدة، المجتمع الدولي نعم بالمقابل أستاذ وميض، لماذا لا نجد ضغوط مدنية من قبلكم لتسمية جماعة الحوثي جماعة إرهابية؟ أولا المجتمع المدني لا يسمي الجماعات الإرهابية، المسؤول عن تسمية الجماعات الإرهابية هو بحسب القرارات والقوانين هي الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أنا لا أتحدث عن 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 جهود لتسميتها، وإنما ضغوط باتجاه تسميتها، كما رأينا الضغوط المدنية باتجاه إعادة السعودية إلى قائمة العار. لماذا لا نسمع بالمقابل جهود مدنية لتسمية جماعة الحوثي كجماعة إرهابية؟ ما الذي ينقصها لتكون جماعة إرهابية؟ يعني فيما يخص قائمة العار، كانت في جهود لإدراج الحوثيين والحكومة منذ حرب صعبة 2004. الحكومة جماعة إرهابية؟ لا في قائمة العار بما يخص تدريب الأطفال أو انتهاكات الأطفال، الحقوق الأطفال الستة اللي هي مثلا القتل والتشويه وحرمانهم من المدارس والصحة والتجنيد إلى آخره والعنف. أوكي، هذه الانتهاكات هي التي تجعل من أي طرف كان، سواء كان حكومة أو جماعات موالية لها أو جماعات خارج الحكومة، تدرك في هذه القائمة. نعم، وهذه جهود عظيمة، جهود عظيمة وجيدة لكم كمدنيين لإعادة السعودية إلى قائمة العار. بالمقابل أنا أسألك، لماذا لم نرى هذه الجهود المدنية النبيلة لإدراج جماعة الحوثي كجماعة إرهابية؟ لأن الإرهاب ليس موضوع حقوقي ولا تنموي، هو موضوع سياسي. نعم. بحت. ولا زلنا نحن في المجتمع المدني لا زلنا مختلفين مع أمريكا ومع حتى الأمم المتحدة في قراراتها بتعريف ما هو الإرهاب. إذا أجانا الإرهاب ده طبعا أمريكا أول واحدة إرهاب. نعم. نعم نعم أستاذ عارف، إذن ما هو الأفق، أي أفق ينتظر اليمنيين في ظل هذا المشهد المختلط، هذه الأوراق المختلطة والتسميات غير الواضحة والتصريحات أيضا متناقضة من قبل جميع الأطراف الموجودة في الكويت؟ في عيد رأس السنة 2007 أو 2008 حين حاول النيجيري الفاروق عبد المطلب تفجير الطائرة في أمريكا، تداعى المجتمع الدولي كله إلى لندن وقرروا وضع خطة أمنية اليمن، وهذه مشكلة كبيرة جدا واليمن تشكل خطرا علينا لمجرد أن شاب نيجيري حاول التفجير ولم يفجر. الآن ما فعله عبد الملك الحوثي ألا يهدد الأمن ولا يهدد الإقليم ولا يهدد دول الجوار؟ دول الجوار ليست قلقة من تنظيم القاعدة، إن تعرف أنه تنظيم محدود، وحين أجتاحوا حضرموت التي هولوها بأن أصبحت بداية تنظيم القاعدة، هذه نقطة في غاية الأهمية، اجتاحوها خلال 3 أيام وتم تطهيرها. وحين طلب الوفد المشارك في الكويت من محمد عبد السلام إصدار بيان مشترك نؤيد فيه التحالف، رفض محمد عبد السلام واعتبر ضرب تنظيم القاعدة في اليمن بأنه احتلال سعودي لليمن، بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك واعترف بأنهم أفرجوا عن سجناء تنظيم القاعدة الذي كانوا لدى المخابرات ولدى المباحث الجنائية وفي السجن المركزي بصنعاء، تم إطلاقهم وتسليحهم ليعودوا إلى حضرموت. المجتمع الدولي كله يعرف بأن الحوثيين خميرة مسمومة زرعت على جنوب الجزيرة العربية، الغرض منها هو استهداف المملكة العربية السعودية فقط، هو إعادة هيكلة. نعم. إذن أي أفق، أي أفق للسلام في البلد؟ وهو يعرف أين هو خطأهم. نعم، أي أفق للسلام في البلد؟ أين هو أمنهم وأين هو الإرهاب الذي يهددهم؟ حتى في مسألة السلفيين معروف أنهم عاشوا في دماغ وكانوا فيه آلاف الطلاب وكان لديهم أسلحتهم، وبشهادة أهالي صعد نفسهم لم يقتلوا قط في دماغ، وحين جاء عبد الملك الحوثي وطردهم وتمت كل تلك المجازر، وقف معهم الأهالي وصمدوا معهم لأربعة أشهر لأنهم يعرفون براءة هذه الجماعة، جماعة بسطاء. نعم. الآن ما هي إذا رؤيتك أستاذ عارف؟ أستاذ عارف ما هي رؤيتك؟
رؤيتك إذن لأفق سلام قادم؟ يعني هل ترى فعلا بأن ما ينتظرنا هو سلام حقيقي؟ لا سلام إلا بتطبيق القرار 22/16. لا سلام لتطبيق القرار 22/16، والقرار هذا لا يمكن أن يطبق إلا بساعات مؤسسات الدولة. اتركوا سلاح الدولة للدولة. كلام محمد عبد السلام بأنه سنسلم السلاح، لكن أين هي الدولة؟ وهل أخذت هذا السلاح من الصحراء أو ما قلته ملقي في الشارع؟ مثلا السلاح الذي أخذ من الفرقة الأولى مدرعة أو من 314 أو من الحرس الجمهوري الذي في ذمار، ما زال كل هذه المعسكرات موجودة وقادتها موجودون وأركان حرب موجود وقادة السرايا والكتائب موجودين والمخازن موجودة والضباط والكتائب والجنود، كل هؤلاء موجودون يعيدون لهم سلاح الدولة. مؤسسة الحكومية التي كنتم مسيطرين عليها هم أفراد مسيطرين عليها، مسيطرين على البنك المركزي أو على المالية أو على الداخلية أو الدفاع أو الأرقام العسكرية والأمنية التي توزع الآن بالجملة والتجزئة الجماعة الحوثية. اتركوها وانسحبوا، لا تزال كل الشرعية موجودة وكل الدولة موجودة، فقط انسحبوا مؤسسات الدولة وانسحبوا من المحافظات واتركوا سلاح الدولة للدولة. هنا يمكن أن تسعي الدولة يكون الحل. نعم ربما هذه الإجابة أن ننتبه إليها الجميع. نعم عفوا يا أسوان، النقطة التي يجب أن ننتبه إليها الجميع أننا حين ذهبنا إلى الكويت ذهبنا نبحث عن دولة تتسع للجميع، وذهبوا يبحثوا عن سلطة ومغانم، ذهبنا نبحث عن سقف دولة يكون يتسع لنا جميعا ويكون لدينا دولة هي المحتكرة القوى والسلاح، وذهبوا هم يبحثون عن دولة خالية من السلاح وميليشيات بيدها كامل السلاح، ذهبوا يبحثون عن مغانم وليس عن دولة وليس عن مصالح وليس عن استعادة أمن واستقرار، ولا يهمهم الشعب اليمني، يقتل من يقتل لا يهمهم شيء، المهم أن يحكم عبد الملك الحوثي وأن تعود أمجاده وأمجاد أجداده الأئمة الذين أذاقوا اليمن الويلات لألف سنة. نعم أدركنا الوقت أستاذ عارف أبو حاتم، معذرة للمقاطعة، كما أشكرك جزيل الشكر وأشكر أيضا الأستاذ وميض شاكر الناشطة السياسية كانت معنا من صنعاء. في ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر، ومن الإعداد أسامة القطيبي وعصام القيسي وكافة الفريق الفني للبرنامج. نلتقيكم الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله.